شايفها مباراة بالنسبة للتيم دلوقتي مهمة عشان يعرف ويقف على مستوى اللعيبة اللي موجودة بشكل إيجابي، ويعرف احتياجاته إيه في الفترة اللي جاية. أما بالنسبة للتيم أو اللعيبة اللي هتلعب، اللعيبة الجديدة هتبقى فرصة ليها لاكتساب الشخصية الدولية، اكتساب لعب قدام فرقة عالمية فيها مستوى دولي على أرقى مستوى. مكتسب كبير جدا للتيم اللي هيلعب دلوقتي، الظروف اللي هيشتغل فيها أكيد فيه هدوء بالنسبة للعيبة، لأن النتيجة مش بالنسبة لهم ممكن ما تبقاش مؤثرة، إنما في نفس الوقت كل واحد في اللعيبة اللي موجودة عايز يكتسب ثقة المدرب علشان يبقى ليه دور ويبقى ليه مكان ثابت في الفترة اللي جاية. الجو العام مباراة حلوة مع بلجيكا، لكن الهدف اللي احنا نروح لعب بلجيكا، واحنا لسه بنقول يا هادي مع جهاز جديد وعايزين نعمل فرقة جديدة وعايزين أسماء جديدة، هي نفس الأسماء اللي رايحة. لازم من وجهة نظري اللي احنا كانت أسماء جديدة تخش وتلعب وندخل الشباب الجديد اللي احنا عايزينه يبقى موجود، اللي احنا الاسماء اعتقد نص الاسماء اللي هتلعب دي مش هتبقى موجوده في كاس العالم اللي جاي. كانت فرصه اللي انت تاخد وتجرب وتوجه، يعني تقول للراي العام انا بعمل منتخب جديد. احنا العقد بتاعنا بيقول تقريبا متعاقدين 4 أو 5 سنين أو 6 سنين الله اعلم عشان نعمل منتخب، وما حدش يسالني على نتائج وما حدش، طيب حدش سالك على النتائج، معنى كده ان انت تاخد لعيبه الناس تتعاطف معاك اللي احنا بنعمل منتخب جديد. لكن انا مش شايف، يعني معلش مع احترام، يعني محمود علاء خط ظهر او السردباكات بتاع منتخب مصر، محمود علاء واحمد حجازي وعلي جبر، يا جماعه طب يعني ما ينفعش. لكن بنتمنى لهم التوفيق ويعملوا مباراه كويسه وتحقق الغرض المطلوب.